اهلا وسهلا بحضراتكم، انا دكتور مينا سعد، بيريدونتست في الكسندريا دنتال ريسيرش سنتر، وممبر اوف ذا ايجيبشن اكاديمي اوف بيريدونتولوجي، وفاوندر اوف واتس بيريو ميشن. يمكن واتس بيريو ميشن هي حاجه كده ابتديناها من حوالي 5 سنين. كان الهدف من الميشن دي ان هو نفوكس على البيريو كسبيشاليتي وسط باقي الدنتال سبيشاليتيز توجذر ان شاء الله ويز اي اتش سي من خلال الرويال بيريو سكول. هنوضح البيريو كسبيشاليتي، هل هو حاجة أساسية معانا في العيادة كي سبيشاليتي يعني، ولا هو حاجة أكسسوري. منتظرينكم إن شاء الله في رويال بيريو سكول مع AHC.